مساحة فتيحة للسيادة والحرية والاستقلال، وجعل من شريكة خياله وعذابه في سلوك طريق الجلجلة مثل عبور للتواصل مع المناصرين والانفتاح على الآخرين، ليكون شريكا فاعلا في انتفاضة الاستقلال وثورة الأرض. إنه سمير جعجع يدل عليكم بكرامته وعنفوانه وشموخه لأنفة الشيء ليخاطبكم في يوم الوفاة للرئيس الشهيد رفيق الحريري. الكلمة للحكيم. يا أصدق الناس وأشرف الناس ما تغيب عن بالهم هالصورة.